ضد ضد اختيار الاناث جدا، لان هو فعلا حاجه ما اظنش انها لها علاقه بالدين خالص. دي بتتعب نفسيه الطفل وبتاثر على نفسيته وعلى تواصله بالمجتمع، بتاثر عليه سلبيا في حياته، بتاثر عليه نفسيا على جسده. اليوم النهارده ان شاء الله ناويين نوعي الاطفال، نعرفهم ازاي يحافظ على جسده، ازاي يعرف ان جسده ده حاجه من روحه، مش هينفع ان احنا ناذيه باي حال من الاحوال، ولا هو كمان يدي فرصه لاي حد ياذيه. اليوم ان شاء الله النهارده هنوعي الاطفال بمدى اهميه الحفاظ على جسده، وان هو يحافظ عليه، ان احنا نبتدي نوعيهم ان الموضوع دوت لا ليه علاقه لا بدين ولا بعادات وتقاليد ولا بالكلام ده كله، لان عادات وتقاليد اهالينا قالت ده عادات وتقاليد، وبعد كده دخلوا في حته موضوع الدين ان هو ليه علاقه بالدين، هو ملوش علاقه بالدين اساسا. ما فكرتش ابدا ابدا ان انا اتكلم مع حد من بناتي في الموضوع، لاني لا عندي استعداد ان هم يفكروا فيه ويتاذوا نفسيا، ولا عندي استعداد ان انا اعمله لهم وادمر نفسيتهم وادمرهم جسديا ونفسيا. في الفتره بتاعتنا للاسف ان احنا مرينا بالفتره دي، الفتره دي كانت عادات وتقاليد اكتر من انها عاده دينيه، هم ما كانوش يعرفوا حاجه عن حاجه عاده دينيه، هم هي عادات وتقاليد وواخدينها اخلاقيا وان الموضوع ما ينفعش وكده. فاحنا انا للاسف واحده من الناس اللي تعرضت للموضوع، فالموضوع لحد يومنا هذا بيأثر نفسيا فعلا على ذاكره الواحد منين ما يفكروا في اي وقت. فانا ما عنديش استعداد لا افكروا له لا اقوله لاولادي ولا افكروا بيهم، ولا عندي استعداد ان انا حتى اتناقش معاهم في الحوار سواء بالسلب او بالايجاب خالص. يكفي ان احنا اللي مرينا بالفتره السيئه دي.